السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. خرجت علينا الأميرة سمارة يحيى في مجموعة فيديوهات جديدة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر انستجرام، وظهرت في الاستوريهات بصور جميلة لشواطئ الجزائر وبصحبة أصدقائها، واستمتعوا بالمناظر الجميلة والسماء الصافية. وختمت الأسطوري بأنها وعدت أن تشارك متابعيها بعرض مناظر أخرى غدا في ستوريهات جديدة. نتمنى لها قضاء وقت ممتع وجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.